خطوة تصعيدية يتخذها الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية مثل حل الهيئات التنظيمية احتجاجا على الإجراءات التعسفية التي تسعى إدارة مصلحة السجون لفرضها عليهم، الأمر الذي دفع المؤسسات الداعمة للأسرى وعدد من الأسرى المحررين وبعض الفصائل الفلسطينية لتنفيذ وقفة دعم وإسناد لهم. يوجد الآن ثورة داخل السجون الإسرائيلية بعدم الخروج إلى الفورة، إرجاع عدد من وجبات الطعام. حتى الآن يوجد تضامن ووقفة مع الأسرى الإداريين المقاطعين للمحاكم الإسرائيلية منذ 30 يوما. الله أكبر لله الحمد. هذه الوقفة أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة كانت فرصة لإيصال صوت عذابات الأسرى للمؤسسات الدولية ومطالبتها بضرورة الضغط على الاحتلال لإنهاء معاناتهم. مطلوب من المنظمات الدولية والصليب الأحمر سرعة التدخل للجم هذه السياسة الإسرائيلية ووضع حد نهائي لها وإلزام الاحتلال باتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة المتعلقة بحقوق الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال. نحن نقول أن معركتهم هي معركة الكل الفلسطيني، ونحن ندعم ونساند أي خطوة تصعيدية يتخذها الأسرى ضد الإجراءات التعسفية التي تتخذها ضدهم إدارة مصلحة السجون. وكان الاحتلال الإسرائيلي قد شدد من إجراءاته بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون مثل تقليص عدد وساعات الفورة أو ما تعرف بالاستراحة وتجديد الإجراءات ضد الأسرى المرضى، إضافة للاستمرار بسياسة الاعتقال الإداري. محمد أبو ناموس، الغد، غزة، فلسطين.